السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. طالما كانت سعة البطارية عاملا رئيسيا في اختيارنا للهواتف، وهي لكم قائمة لأفضل ثلاث هواتف ذات سعة بطارية خارقة متوفرة في السوق الجزائري. قبل البداية اضغط لايك واشترك في القناة. هيا بنا لنبدأ. كأول هاتف لدينا شاومي ريدمي 8، حيث يأتي ببطارية 5000 ميلي أمبير ومدخل USB Type-C يدعم الشحن السريع. من حيث التخزين يأتي ب 4 جيجا بايت في الرام و 64 ذاكرة تخزين داخلية. أما الكاميرات فيأتي بكاميرتين مزدوجتين، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل. أما كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بكسل، يأتي بسعر 27000 دينار جزائري. ثانيا لدينا الجالاكسي M30، يأتي ببطارية 5000 ميلي أمبير. من حيث التخزين أتى بنفس مواصفات الريدمي 8 ب4 جيجا بايت في الرام و 64 ذاكرة تخزين داخلية، مع نظام كاميرا مزدوج الرئيسية 12 والثانية 5 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. أما شاشة 6.4 إنش، كل هذا بسعر 29000 دولار جزائري. كأفضل هاتف لدي من حيث البطارية جالاكسي M30S، حيث يأتي ببطارية خارقة جدا 6000 ميلي أمبير مع 4 جيجا بايت في الرام و 64 ذاكرة تخزين داخلية للإصدار الأول، مع كاميرا ثلاثية العدسة، الأولى 13 ميجا بكسل والثانية 5 ميجا بكسل والثالثة 2 ميجا بكسل، مع كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، مع شاشة بدقة Full HD Plus. يأتي الجالاكسي M13S بسعر 38000 دينار جزائري. تجدون المواصفات الكاملة لأفضل هواتف شاومي والسامسونج وأوبو في صندوق الوصف وفي أول تعليق. دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.